طيب استغفر الله إذا مساء الخير، مرحبا بكم متابعينا من خلال هذا البث المباشر الآن من مدينة مراكش. اليوم حنا مع سيدة مراكشية لمسيرة هي الأولى والأخيرة اللي تعرضت لواحد العملية نصب من طرف واحد السيدة تتبيع اللوازم ديال الأعراس، يعني بما فيهم التكاش، بما فيهم يعني القفاطن وغيرها من الأمور الغير يعني اللي بطبيعة الحال اللوازم ديال الأعراس بصفة عامة. فاليوم يعني كانت محاولات يعني هاد الناس هادو يعني اللي داروا محاولات ديال تقديم شكايه للوكيل الملك باش انه يتم يعني كما تنقولوا تدبير الاجراءات القانونيه اللازمه في حق هذه السيده هذه لحدود الساعه، يعني وللاسف ما زالت تنشط يعني على عبر صفحات الفيسبوك، وما زالت باقي لحدود الساعه تطبيع التكاشط والقفاطن واللوازم ديال الاعراس. الناس الضحايا ديالها واللي بالمئات كما تقول هذه السيده هذه في البث المباشر، وللاسف واليوم تشوف بانه اليوم واحد الضحيه يعني دات مجهود باش انه قدمت شكايه لوكيل الملك وطلبها باش انه يكون هناك محضر عند الدرك الملكي على مستوى ايتوري. اليوم تتفاجئ بانه رفضوا الدرك الملكي انهم يقوموا يعني ياخذوا من عندها كما تنقولوا انهم يسجلوا لها محضر المحضر، وللاسف فغادي نخليوها هي من خلال البث المباشر انها تقربنا من هذه السيده هذه وكيفاش تنشرت وشنو وشحال وصلوا عدد الضحايا ديالها بطبيعه الحال المتتبعين. السلام عليكم لله. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا كنشكر قناة شوف تي في، قناة الشعب واللي كتوصل صوت الشعب. اليوم أنا جيت من مدينة أكادير لمدينة مراكش اللي ماشي أول مرة كنجي بسبب ديال واحد شكاية ديال نصب واحتيال وبيع الوهم من طرف واحد السيده نصابه كبيره اللي نصبت على واحد العدد كبير كبير بزاف ديال الضحايا عندهم جميع انحاء المملكه اللي تعرفت عليهم من بعد ما تنصب عليا، لان في الاول انا ملي تقديت عندها ما كنتش عارفه واش نصابه. من ملي نصبت عليا اتضح لي بلي كاينين ضحايا قبل مني وبعد مني، وللاسف انا الشكايه ديالي درتها في شهر 7 ديال 2023 وباقي الضحايا كل نهار كنسمعوا ضحيه جديده. انا اليوم جيت باش نشوف الشكايه ديالي فين وصلت، لان درتها في شهر 7 ولا يخفى عليكم باللي شهر 7 و8 كيكونوا الادارات اغلب الموظفين كون جيت عطلت شويه، لان جات من اكادير لهنا لمراكش لايتورير من بعد رجعت للمحكمه. انا جيت ومشيت وجيت ومشيت باش نعرف هذه الشكايه فين وصلت، اللي حتى كنتفاجئ هذا الاسبوع كاينين ضحايا جداد. واحد السيده من الرباط وكاينه واحده السيده في مراكش وكاينه السيده اللي كنظن من قلعه مكونه، وكاينه ضحيه جوج ضحايا اخرين ما عقلتش على المدن ديالهم. فحنا كنا اتفقنا باش نكونوا كاملين نديروا شكايه واحده، ولا غير كاع انا ديك الشكايه لان مشيت وجيت تعيت ما عرفتش المآل ديالها. فكنتفاجئ باللي هي ساقت الاخبار دايره جنود الخفاء النصابين معاها كيوصلوا لها جميع الاخبار، كتدخل دايره جروب في الواتساب بان هذاك الجروب ضحايا ديال امي ديال الاسم ديالها بلا ما نذكره، والناس كيدخلوا كيسحب لهم واش هذوك الجروب ديال الضحايا، وهي صاحبه الجروب باش كتسمع الناس اش كيتقال عليها بلا الناس اللي كيدخلوا. مثلا تقول لي شحال وحده كتدخل عندي كتقول لي حتى انا نصبط عليا وكنكتشف باللي من طرفها باش انا نقول لها الوقائع اش درت اش بغيت ندير اخرين اش بغيت يديروا. ملي كتعرف شكون كتبدا كدير واحد الحيل، دابا هي كدير واحد الحيل اللي ما يديرهاش حتى ابليس. علاش؟ باش تعرف ملي كتعرف الناس بيتجمعوا كما وقع لي انا فاش يلا تنصب عليا دخلوا عندي بزاف ديال الناس. انا حطيت واحد المنشور في جميع الجروبات لان النقافات والناس اللي كيبيعوا ويشريوا في لوازم الحفلات كاينين جروبات خاصين. ملي حطيت منشور قلت واحد النقافه في اي تورير نصبت عليا وغنحط لكم الروسي ديال كاش بليس وكذا، دخلوا عندي الناس بالعشرات وفي الكومنتير كيحطوا لي الاسم ديالها
وتيقول لي طحنا نصبط علينا وراه قديمه في النصب واش مازال ما كتحجب والسكرين. انا باقي عندي ديال هذا الشيء كامل، وهي ملي عرفتني انا دخلوا عندي الناس بدات تقول على من نصبت وروني على من، ملي الناس يقول لها اتقي يلاه نصبتي على فلانه وفلانه وفلانه، تتحاول تصفي مع الناس باش تهرس لهم داك الجد، ربما تقدا صفت لهم نص مبلغ باش يبقى غير نص. بنادم تيقول عضف في كورونا ولا يمشي ناجم، فهمتي؟ كاين اللي تيقول لك اللهم طريقه النصب باش كتنصب كتحط سلعه تقدر ديك السلعه اللي حطت تبيع على اربعه المرات وخمسه المرات كتخلص فيها وتقدر تصيفطها لواحد السيده وناس اخرين كتبقى كتجرجب واخا غدا بعدو. طريقه اخرى كتحط سلعه وتقدر تصيفط لك سلعه اخرى ماشي هي هذيك، يعني كاين كانت تحت في الفيسبوك ولكن هي شحال من فيسبوك دايره، لان ملي كيعرفوها الناس الفيسبوك ديال النصابه كيعايروها كتبدل الاسم او كدير فيس كدير فيس اخر، دايره جروبات ديال البيع والشراء وكتدخل ليه ضحايا جد اللي ما عارفينهاش. هذا جروب ديال الواتساب داخلين فيه الناس من طنجه من نادور من مراكش من الرشيديه من، وفيه النصب. كاين طريقه اخرى باش كتنصب باش ما ننساش، كاينين الناس كاينه انا اول مره عرفتها شريت عندها تكشيطه وهذيك التكشيطه عطلات عليا بزاف حتى كيقولوا لي الناس هذيك راه نصابه وانا ما نقدرش نثق لان ما عندي حتى شي دليل، ما يمكنش اللي قالوا لي الناس نثق بها. هذيك التكشيطه عطلات عليا بزاف، المره الثانيه وراتني شي سلعه تفاهمنا في الثمن اللي كانوا جوج دكاشت وحده خضراء وحده بيضاء. كنتسنى كتقول لي اليوم غدا صيفط لها الفلوس هرسيا هو عندي، صيفط لها المبلغ كنقول لها صيفطي ليا كتقول لي واخا عطلات عليا اليوم غدا اليوم غدا، جرجرتني واحد المده حتى كنكتشف بلي هذيك التكشيطه البيضاء اصلا ماشي ديالها وماشي عندها هي، يعني انا شريتها صوره ملي الفيديو باش نشوف هاد التكشيطه باش نتاكد بلي التكشيطه كاينه كتقول لي واخا هي تنجي راجلي خويا امي مريضه دراتني الدرسه ولدي صغير، يعني هاد الاعذار كانت تعطيهم لجميع النقافات والناس اللي كيكريو الملابس اللي كيعرفوها. ملي حنا تلاقينا لقينا نفس الهضره اللي كتقول كاين ثاني طريقه النصب وحده اخرى، كاينين الناس كتصيفط لهم بحال هذيك التكشيطه الاولى اللي شريت. انا تلاقيت مع السيده شراتها هي وشريتها انا، حنا جوج الناس. ملي السيده قالت لي شريت عندها التكشيطه الزرقاء قلت لها صيفط لي الفوطو نشوف، لقيت التكشيطه انا اللي شاريها كاينه عندك تا اختي التكشيطه بلا ما تسني راه كاينه عندك، قالت لي ما يمكنش. درت لها فيديو في المحل ديالي قلت لها انت، قالت لي انا راه ملي شدات قالت لها والو تصيفطي لي التكشيطه اللي بعتي لي، صيفطت لها تكشيطه واحده اخرى حرتكه كما كنقولوا حشاكي جفاف. طريقه اخرى ثاني كتبيع لك سلعه وكتصيفط لك سلعه واحده اخرى او تصيفط لك سلعه مشروطه مشرقه، ملي كتشد الفلوس ما باقاش كتردهم. المهم دارت هاد السيده استغلت البعد ديال الناس واستغلت الانسان ما يقدرش يبقى يطلع ويهبط، اللي من طنجه اللي من نادور اللي من الرباط اللي من زاكوره اللي من العيون اللي من بوجدور اللي من الاكادير اللي من، يعني هي ملي كتشوف بنادم بقى يطلع وغيزعف اش يقول تيقول لك غاتديهم تاكل فيهم العافيه، وهي لقات هذاك الباب سلكها. اذا اش غيوقع؟ غتبقى تستمر تنصب على ناس اخرين، ايوا ملي غتنصب على ناس اخرين هذوك الضحايا مساكن اللي يكون هذوك الناس اللي سبقوني انا وقفوا عند حدها راه ما غاديش تنصب عليا انا، وملي نصبت عليا انا مازال ما تخداش، يعني انا الملف ديالي باقي في الكيروج في المحكمه تقريبا. انا دابا سنه هذه باش قدمت شكايه من شهر 7 ديال 2023 ملي كنت بين لا انا درت شكايه في اكادير، كان عليا في حق نجي ندير شكايه هنا وتعطلات. ملي جيت نسول هنا وهنا وهنا قالوا لي ملي لقيت الملف شي قال لي تحفظ شي قال لي راه في متابعه. المهم البارح جيت لقيت قالوا لي كاينه متابعه وحطيت انا ما يفيد باللي كاين داك الشيء السكرين ولي زوديو اللي دازوا بيناتنا وعندي اشهاد ديال الناس كتبوا لي اللي تدخلوا بيناتنا بالصلح. وفوق من هذا الشيء كاين تهديد والسب وشتم، واللي هضر معاك كتقول لي راجلي صاحب لا جودان، حنا دابا بغينا نعرفوا شكون واد لا جودان، واللي هضر معاهم دابا سمعت كوديو ديال اي تورير، عرفتي دابا هاد السيده اللي جات من الرباط رجع لها من بعد، دابا انا عندي اوديو سمعته لكم كتقول لك المخزن ديال مراكش كله في يديا. عندي العنوان ديالها اللي عطاوني الناس وعندي لاكارت ديالها في اي تورير، وفين ما هضر مع شي واحد تقول لهم راجلي صاحب القضاة، انا سمعتك الاوديو ديالها دابا باش نكون تنهضر بمصداقيه. كيفاش هاد السيده كتقول لك لا جودان في صاحب راجلها والمخزن كله كتعرفوا، وحنا دابا واش ماشي ولاد المخزن؟ الا كان المخزن كتعرفوا والمخزن ما غاديش يتصنت للشكايات ديالنا وما غاديش ياخذ الشكايات ديالنا بعين الاعتبار. اذا انت انا الا كان قانون الغابه نمشي ندير شرعي الديه، وحتى انا غادي نمشي نقلب على فين ما كانت، وحتى انا غناخذ حقي بيدي وتجي الاخرى تاخذ حقها بيديها. وراه غير هاد الاسبوع جات واحد السيده من قلعت مكونه تهجمات، ماشي تهجمات عليها شي راجل ما نعرف راجلها ولا فاميلتها، عيط لهاد النصابه هددها وبقات تخلعات، وجات السيده شادت الطريق من قلعه مكونه حتى لعندها وتفاصلت معها لينا خافت.
واليوم السيده اللي جات من الرباط تحطت شكايه عند السيد وكيل الملك بالمحكمه الابتدائيه ديال باب دكاله، وكنت انا حاضره. السيده قادت المسائل ديالها وطلبت الوكيل الله يجازيه بخير وتعامل معها، لان السيده جايه من الرباط وعطاوها تعليمات باش تمشي للايتورير دير المحضر. حتى السيده كتصل بيا تقول لي راه رفضوا ليا، علاش قال لك تديري شكايه عند وكيل الملك؟ وراه وكيل الملك هو كل شيء، علاه الا كان وكيل الملك ما نديرش عنده لا شكايه؟ علاش غنقول لي انا وكيل الملك؟ علاش انا غنمشي نجي من بلاد لبلاد وندفع؟ السيد انا بغيت نعرف، انا هذا الجدرمي اللي كيقول السيده واخا الموضوع ماشي ديالي انا بقى فيا الحال، علاش يقول لها سيري راه غتجري تتعياي وغادي تعياي؟ علاش تتعيا؟ راه حق هذاك، راه فلوس الصحه مشات ليها مثلا، هذيك مشات لها 64000 ريال، وانا الفلوس اللي دات لي اقسم لك يمين انا اللي عمري كنخلص فيهم القرعه، لان انا رجاله ما عندي جو دوك الحوايج بغيت نخدم بهم، وبقيت وشديتهم كريدي بحال دابا درت قرعه خلصتها باش هذوك الصيف ندوز بين نرد بهم طريفه الخبز، حتى كنتفاجئ لا فلوس وصلوني لا حوايج وصلوني، وتنخلص القرعه مده عام. وعلى انا يا حقي اللي ما شد ليش، انا ما شدش ليا الوكيل والقاضي والنيابه العامه، شكون غيشد ليا حقي؟ شنو غادي ندير في هذا الباب هذا؟ ودوكي باقي مستمره دابا، باقي مستمره وهي كتنصب على هادي وكتعطي شي وحده اي ساكنه في تورير، وعندها عندها الصفحات، عندها مريم كيش على جوج المرات، مريم كيش مريم كيش عندها جوج صفحات بنفس الاسم، كل بروفيل دايره فيه شكل، وعندها سميتو جروب ديال الفيسبوك ديال الواتساب جمع فيه الناس اللي ما تيعرفوهاش، اما اللي تيعرفها راه ما يدخلش عندها، ودايره عندها واحد كونت اخر دايره فيه اميره زوجي. وانا اتصلت براجلها باش قبل ما ندير شكايه، ربما زعما قلت نوع من الحيل غنديرهم وربما ناخذ حقي قبل ما نلجأ للقضاء. كنتفاجئ براجلها كيعايرني وكيهددني بيضعيني بالتشهير، ما عرفتش شمن شهر درت ليه، وكانت تفاجئ باللي حتى هو معاه في المعمعه، لان هي كتنصب وكتعطيه. انت عندك الوراق باش انك فلسيتي لها؟ عندي كل شيء، كل ما يثبت صحه كلامي عندي. اتصل دابا نشوفو. نعم. باش اتصل بها؟ باش بها هي شخصيا. باش بالواتساب؟ بالواتساب. بالنمره العاديه؟ بالنمره العاديه. انا في بلوكي تا ما نقدرش نعيط لها مازال. لان ملي درت الشكايه باش نوصل الميساج للناس اللي كيسمعوني، انا ملي عيطت لراجلها باش حين انا في راسي كتخاف منه يا الراجل الثاني ديجا مجوجه وعاودت مجوجه، اتصلت قلت لها جزاك الله بخير مرتك رسبت عليا دار فيا، قال لي انتم العيات بيناتكم شغلكم هذاك، قلت له اسمح لي انا صاحبي واش انت راجل تاع الدار عندك الكلمه على مرتك؟ ملي كتقول لي شغلكم هذاك راه باين. فهي السيده ملي وقع المشكل مع راجلها وهددني ولات كتعيط للنقافات كتقول لهم ها هي عيطت لراجلي والصورات، راه ما صورت والو، انا ما نعرفش اللي الراجل اللي هو راجل ما غيرضاش مرته تنصب، ولكن ملي انت راضع الوضعيه اذا انت معاه في المعمعه. وحتى الناس كيقولوا لي باللي هي بفمها قالت لي شريت الطوموبيل وعطيتها ليه، وكان ومن بعد عاود سمعت راه شرات طوموبيل اخرى عطاتها ليه، يعني هاد الاخبار اللي انا كنت كنبحث على راجلها باش نحل مشكل ودي، يعني الا كان راجلها راجل تاع الدار كما تنقولوا راجل حرج ما غاديش يرضى مرته تنصب. ملي بقيت كنسول وكنبحث حتى لقيت النمره عرفتو، لقيت واحد النهار بالصدفه ناس كاتبين عليه بلي هو نصاب، ها هو السكرين عندي قدو فيسبوك نصب على الناس، الا بغيتي نوريه لك نوريه لك ياك؟ مشكلة. باش ما باش يعني واش انت ديما تسولي على الشكايه؟ انا جيت لمراكش ذاك النهار سولت طلعت هبطت جبت الارقام رقم المضمون رقم الشكايه، حتى دخلت عند الوكيل كيقول لي قلب الملف كيقول لي هاد السيده راه رجعت لك فلوسك المحضر اللي داروا للجندرم، راه هاد السيده رجعت لك فلوسك. قلت له استاذ راه كاينين تواريخ، امتى درت انا الشكايه؟ وهي راه وصلها الخبر، امتى هي صفتت ياش دارت؟ هي عندها داك الذكاء وداك الدهاء ديال النصابين، ملي شافتني درت الشكايه وبلوكيتها، مشات فيرسات الفلوس خلاتهم 15 يوم وخرجتهم، باش دلي بداك الروسي باللي راه صفتت لي فلوسي وانا اللي رافضه نخرجهم، ولكن الا عندها ما يثبت باللي انا عندها شي سكرين، عندها شي اوديو، شي مكالمه دارت بيني وبينها على دوك الفلوس، تجبدها. دوك يعني شنو تطالبي دروك؟ انا كنطالب ما شحال ديال الضحايا وصلت؟ الضحايا اكثر بالعشرات الى ما كانوا بالمئات. انا كنسول قالوا لي بعدا عندها ضحايا فيتورير ديال الامانه وعندها ضحايا ديال النقافات وديال الحوايج وديال الفلوس، وانا اللي كنطالب من هذا المنبر كنطالب بوكيل الملك وبالقضاة ديال المحكمه الابتدائيه ديال باب دكاله
اللي فيها الدوسي ديالي، الدوسي تخد بعين الاعتبار، لان كنجي من مدينه وكنخلي دابا حنا عيد هذا وخصني نكون في المحل ديالي وعندي خدمه، فما يمكنش لي انا دابا العيد هذا قريب وانا كنطلع وكنهبط وكنخسر في الفلوس باش نشوف الملف ديالي فين وصل. والملف الحمد لله راه درت لها متابعه وغادي عندي جلسه في هذا الشهر، وانا دابا اللي كنطالب كاع الناس اللي تنصب عليهم سواء في اي تورير او في مراكش او في خارج مراكش في المغرب كامل يتقدموا بشكايات، يدخلوا الكومونتير يقولوا واش هذا الكلام كاين ولا ما كاين، يهضروا على حقهم ما يبقاش الاجراءات المصادر. نعم انت بغيتي تسرعوا المصادر باش ايوا انا بغيت حتى الناس اللي تنصب عليهم وتيقولوا حنا راه بعاد ما يمكنش ندير شكايه غنبقى نطلع ونهبط وانا بغى نخسر اكثر من داك الشيء اللي غنشد. لا خوتي ما غتخسروش اكثر من غتشدوا، غتوقفوا هذا المرض السرطان عند حده، لان هذه السيده انا تلاقيت مع ناس نصب عليهم من اكثر من ربع سنين. نعم عرفتي اكثر من ربع سنين تلاقيت مع ناس نصب عليهم، يعني هي قديمه في الحرفه وباقي يعني داقت فلوس الناس. ما يمكنش هذه السيده توقف الا الا تاخذ ضدها شي اجراء قانوني، وعندي اوديوات كتعاير وعندي اوديوات كتقول حاشاك شي كلام ساقط انا ما نقدرش نقوله قدام المستمعين، وعندي اوديوات كتقول باللي مراكش كله المخزن تاع مراكش. كيفاش هذا المخزن كله تاع مراكش ديالها؟ واش كيعاونها في النصب ولا كيعاونها في التستر ولا ولا كيما دار هاد السيده هاد البريكاد اللي مشات عند السيده من الرباط ما تقاش ما شافش المعاناه ديال السيده جايه من الرباط وعندها دري صغير وقول لها ما نديرلكش محضر. علاش ما ديرش لها محضر السيده درويشه؟ علاش ما ديرلهاش محضر؟ علاش؟ علاش حين درت شكايه عند الوكيل؟ علاش؟ يعني الشكايه تفعل وانا السيده توقف باش انا دخلت لواحد الاداره عند وكيل الملك او دخلت لبريكاد او دخلت الانسان يستمع ليا يعرفوني اش كنقول، يعرفوني باش مضروره، راه الانسان ملي كيجي من مدينه لمدينه راه الا ومضرور واقف مصافي العظم، ماشي حنا كنتعذبوا وكنخسروا في رزقنا وبخلي انا ولادي وبخلي خدمتي والعواشر هذه وجايه كنطلع نهبط وهي جالسه مرتاحه في دارها واكله شربه ونعسه وكتقول لك طلعتي غير الصبع اش شاطلك؟ ها درتي الشكايه وطلعي عيطي راجلي اش صورتي؟ راه الا ما صورت والو بالقناه غنصور بشي حاجه اخرى. راه حتى انا راه ماشي غادي تمر هكا مرور الكرام، راه امبوسيبل غندوزها ليها ولو اخرين كل واحد ظروفه له. كاين السيده اللي تنصب على 1000 درهم عندها بنيه صغيره عندها 3 شهور ما قدرتش تجي. يلاه دابا هذا الشيء اللي كتستغل هذه السيده. هذه ما قدرتش تجي، هذه عندها ظروف، هذه مريضه، هذه عندها تربيه، هذه والناس ما تيقدروش. وملي كتدير بنادم شكايه في المدينه ديالو كتعطل باش تجي لهنا، وملي كتجي لبريكاد يعلم الله اش كيوقع. هي دابا اكدت لينا باللي راه كاين شي حد كيوقف معاها تما. انا راه مشيت تما وهضرت مع السيده وقلت لي علاش هاد السيده كتقول فيكم وكتقول قال لي عندها فما تقول لي عجبها. علاش تقول لي عجبها؟ لان كتشوه سمعتكم انتم الاولين. ايوا ماشي اي واحد يجي يقول لي كاين. على دابا هي اللي كتضرب كتضرب في السلطه وكتضرب في القضاء وتتقول لك الناس ضربوا ابناك وما تخدا في حقهم حتى شي اجراء. اذا واش البلاد سايبه؟ حنا كنعرفوا بلاد الحق والقانون، الا كان شي قانون يتشد لنا حقنا. جينا من بلاد بعيده بلادهم يستقبلنا ما بقاش يقول لك حتى الغدا حتى لبعدو، نتعاملوا معامله خاصه، يتستمعوا لينا، يعرف بنادم علاش جينا واشنو المشكل. ماشي الصابة عندها ضحايا ديال سنين وعندها ضحايا بالمئات وحتى المحل اللي كانت فيه راه جراو عليها منه عاد زيد دابا راه يلاه كارية محل اخر، راه كلشي كنعرفه وكلشي كيوصل ولكن يعني واضح كنتمناو انه تفضل اسمحي نعم باش نخلي الخط للزملاء الاخرين اللي تنتظروا. اييه كلمه اخيره تفضلي. كلمه اخيره انا كنشكركم بجزيل الشكر وكنشكر السيد وكيل الملك اللي استقبلني البارح والناس اللي تعاملوا معايا في المحكمه اليوم، وكنطلب الحق ديالي وديال الاخوات اللي تنصب عليهم، وكنطلب الناس هذاك الملف ديالي يكون فيه واحد البحث، لان هي السيده كتجاوب بالكذوب وكتجاوب بشي حاجه ما عندها عليها حتى شي دليل. حنا عندنا دلائل وهي كتجاوب شي حاجه كتجيبها من راسها باش توه حتى القضاء. حنا كنطلبوا بفتح تحقيق لهاد السيده هي وهاد الناس اللي كتقول تيوقفوا معاها، هاد لا جودان وهاد الدرك اللي تيوقفوا معاها. حنا بينا بحث من عند السيد الوكيل ديال اللي كنا عنده البارح واليوم الناس ديال المحكمه الابتدائيه ديال مراكش. وشكرا. نعم يعني الرساله وصلت، نتمنوا
طبيعة الحال انه الوكيل الملك من المحكمة الابتدائية بمراكش انه يعيد الاعتبار لهذه الشكايات اللي تقدموا بها الناس باش نوضعوا حد لهاد يعني كما تنقولوا لهاد الناس هادو اللي تيكونوا المغاربة ديالهم ضحايا ديال النصب والاحتيال. وللاسف هاد السيدة كما تقول هاد السيدة يعني اللي قدمت شكاية بانها تتنشط على مستوى اي تورير ولو يعني موجودة بالارقام ديالها بالصفحات ديالها على الفيسبوك بالصفحات ديالها يعني بالمجموعات ديالها عبر الواتساب ومازال الضحايا تتكاثر يوم بعد يوم. فنتمنى من المسؤولين على مستوى القضاء وعلى مستوى الدرك الملكي ولا الامن انه يتخذ الاجراءات اللازمه في هذا الاطار وانه يكون بحث تحقيق في هذا الامر هذا. ما بقاش نشكركم شكرا لكم. غادي نخلي الخط للزملاء اللي تنتظروا بطبيعه الحال. ما بقاش نشكركم شكرا لكم الا بعد تبوفاش ان شاء الله اخر على قناه شوف تيوب.